بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. ازيلو النهارده بقى الواد ده من جرين المحلاوي. المحلاوي محلاوي. يعني انت اسمك محلاوي ولا تزور؟ لا الاسم كريم. ايوه بس من جماعه المحلاوي. يعني انتوا من المحلاوي؟ يعني اخوك المحلاوي مسمي كده؟ طيب ماشي. كريم بقى جه قال لنا افتحوا لي فسيخه كبير. بسم الله ما شاء الله على الفسيخ ده يا ولاد. لف يا فسيخ كده. اهدي ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ الفسيخه حاجه جميله كده وحلوه. دوق بقى وقول له دوق. يلا تعال ابراهيم. كل يا ابراهيم يا عم تعالى يلا عشان تقلبوا الدنيا. ايه يلا بسم الله ما شاء الله. اجي اخر جمال. طلع بقى بايدك كده. ها ادى يالا. ادى يالا. خدوا اعمل ايه يالا. انا واكله لبن وباكل لبن على السين. حتى انا بعمل ايه الوقت مش قلب اللبن. ايوه ادى يالا. بسم الله ما شاء الله. بس خدي جميل قوي يا احمد. ده دلع جايب من ده. رزقك يا هلا. احلى فسيخ. فسيخ البحار حاجه سمينه وجميله وحلوه. والنهارده الخميس يا جماعه وبكره الجمعه. طبعا انا الاسبوع ده ما عملتش عرض لان الحاجه يعني مش قادرين نعمل عرض الاسبوع. بس احنا في عرض بس والله 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 اسعارنا حلوه مش مزودين حاجه يعني. مزودين ايه؟ حاجه بسيطه يعني عندنا اعتبروه عرض بكره برضه. يعني احنا عندنا اعتبروه عرض بكره ب1000. انا يعني ما بزيدش حاجه يعني. وطبعا عندنا الفسيخ المبطرخ يا جماعه. عندنا الفسيخ المبطرخ جميل جميل جميل. انت عملت تعمل ايه يا زنون؟ شلة. ايه العكعك اللي انت بتعملها ده؟ ما انت مش هتعرف تشيلنا. انت كده بتشيل اللحم كله. اتعلم من تيتا يا هلا. انا متعلمه بس مش عارف اشيل. ايوه وريني كده. كيف ده انت جاي ودي فتحه فسيخه يالا. مش بتشيل الدماغ كده وتروق الروقان. حاجه اخر جمال. شوف السمنيه بتاعته. ورينا السمنيه كده يا كريم. السمنيه ده ايه؟ اللي على الارض ده يا هلا. شوف السمنيه. ده السمنيه بتاعته يا هلا. ما شاء الله ملوش بطل. سمنيه دي السمنيه بتاعتي. فسيخه اخر جمال اخر حلاوه. الف سنه وصحه وعافيه. فسيخان البحار بكره الجمعه يا جماعه. اللي عايز يجي لنا برضو على دماغنا يشرفنا. عندنا كل حاجه واعتبرونا برضو عرض زي اي اسبوع. وطبعا احنا عندنا الرنجه والفسيخ والسردين الجميل. كل حاجه حلوه عندنا. والعنوان بتاعنا ما يتوهش. طبعا انا عندي توصيل لحد باب البيت. اللي عايز يطلب لي اوردرات لحد باب البيت القاهره. وبوصل اي بلد بس اللي عايزني يطلبني. يعني بشوف هو فين واللي عايزني يطلبه على 010-332-7074-4. واللي عايز يطلبني. وعندنا اسعارنا فوق الخيال. عندنا اسعارنا جميله. عندنا كل حاجه حلوه. ويا رب الاخوات المسلمين يا رب. واجعلها سنه سعيده على الناس كلها يا رب يا رب يا رب بالصحه والعافيه. وربنا والله العظيم هي ماشيه بالستر مع الناس. يعني غلاء الحاجه دي بس مستوره والله مع الناس كلها. وربنا باذن الله هيسترها. ومصر مذكوره في القران. وباذن الله ربنا هيسترنا والحاجه هترجع زي الاول. وكل حاجه هترجع زي الاول. وفي امل. انا عندي امل ان الحياه ترجع حلوه. والف سنه وصحه وعافيه. ويا رب كده بحق جاي النبي تبطل النار تصبح رماد. وكل حاجه في الدنيا تصبح الصبح رخيصه يا رب. يوم 16 انتوا خايفين منه ده ان الدولار يزيد. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب ما جانا يتعوم ولا دولار يزيد ولا حاجه تزيد. والحياه تمشي والغلابه تاكل. والف سنه وصحه وعافيه لله ياكل. طبعا انا بسترقب بحاله الناس كلها. وطبعا انا نفسي والله انا زعبان عليا الغلبان. يعني الناس الغلابه هي ماشيه بالساتر الحمد لله. بس يا رب كده يجعلها سنه حلوه عليكم. ويجي يوم 16 ده ويحصل انقلاب ويقولوا يا اولاد الدنيا رخصت والدولار رخص والريال رخص والدنيا كلها رخصت.
والله يا سلام. والخير يجي وخير مصر يجي تاني، وباذن الله خير مصر جاي واحنا في خير في كل حاجه. مصر سلام وامان. ويلا اقول لكم ادعوا 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 ان ربنا يقوي الناس كلها والاخوه المسلمين يا رب. وطبعا محمد واقف اهو، انا مش قادر اقوم من على المكتب طبعا، انا مش بطلع في الفيديوهات على بقى اسناني راحت مشوار كده على ما ترجع تاني. هنرجع شويه كده. ابراهيم المحلاوي، ابراهيم المحلاوي يا ابراهيم من درين، من درين متاكد؟ يلا بقول لك ابراهيم متاكد، بقول له متاكد ان هو من درين. يلا من درين متاكد يعني؟ ماشي ماشي يا ابراهيم، ربنا يهديك يا ابراهيم. يا رب يا ابراهيم يهديك يا ابراهيم. يا رب جاي النبي يهديك، يهديك انت ولادي والمسلمين يا رب. يلا يا محلا، يلا يا محمد. محمد شغال دلوقتي خلاص، احنا النهارده الخميس في اخر الليل، بنروق بننضف بنعمل كل حاجه. بكره الجمعه تعالوا زورونا، وعندنا كل اللي انتوا عايزينه، ما برجعش حد مكسور الخاص. اللي يجي يجي لي يشرفني. ويلا سلام.